السلام عليكم. أنا ابتحلت بهالولد هذا مشكل كل يوم واتنادر مع هالمقاول اللي عنده. أقول للمقاول مو زين، قال لا يا ابني لكن أقرقي وايد طيل الفلوس، يطل الفلوس بعد ما دام إنه يشتغل عدل وينجز عمله. إيش تبي بعد؟ خله وهو عمالك هيبة. لكن لا ولدي بعد مو شوي الله يهديه، يقول انه بيغير المقاول. تغير المقاول وتخسر شو الفائده؟ ها اصبر عليه لين يكمل شغله وبعدين لا راح هذاك الوقت عطى حقه وخليته وكله هو. لا تداهر انت بعد الله يهديك، بس دام انه شغله زين يقول خلك على مينونك لا يجيك اين منه، خلك على بينونك لا يجيك أجل منه. وهذه هي تمثيليتنا اللي تعرض لهذا المثل، خلك على مجنونك لا يجيك أجل منه. هلا ابو عدول. هلا والله ابو عواس. هلا والله شلونك؟ هلا بالحبيب. كيف صحة؟ الله يسلمك. شو السالفه؟ ايش قاعد تسوي؟ والله ماكو، قاعد احط اعلان سيارتي للبيع. عفا ليش؟ ايش فيها؟ والله ما فيها شيء، صار لها 5 سنين وماني خلق تطلع خراباتها، وقلت بالمره هم اغير الموديل. ما شاء الله تبارك الرحمن، سيارتك للحين نظيفه، بدال 5 سنوات يبا خلها 10 سنوات. دام انك ما قاعد تصرف عليها ولا ايش حقه تروح تشتري سياره ثانيه وتدوخ راسك وتدفع مصاريف؟ حبيبي المثل يقول خلك على مينونك لا يلي اين منه. والله اني متضايق علشان ولدي ياري. ياري قبل كم يوم يعني كان يقول لي بروح السوق، تروح وياي؟ قلت له ليش؟ كان يقول بشتري بانشي حق الولد. شنو البانشي حلاو؟ قال لا سيكل تصغيرهم وقد السيكل الله يهديه. قال لا سيكل حق البر هذا واربع ريول سيكل ويستانس هو واخوانه في البر عطله. الله كيفك، لكن انا اللي اشوفه يعني ما ادري بعده صغير، قال خليه يستانسون
شرى السيكل وراح البر. أول يوم كان يقلب فيه ويتعور لولية المسجد. هذا المثل اللي يقول يا من شراله من حلاله علة. العلة وين فيه؟ في ولادك. على العموم خلونا نشوف تمثيليتنا هذه اللي تكلم صدد هذا المثل، يا من شراله من حلاله علة. اوف شالحر، مت اختنقت. ايش في المكيف؟ اوف لا حول ولا قوة الا بالله، حر موت. اوف ولا ايش في المكيف؟ رد احتر مرة ثانية. لا حول ولا قوة الا بالله. اوف قبل يومين حطيت له غاز والحين بعد ما ادري شنو مشكلته. خلنا نشوف شو السالفة. يا لا حول ولا قوة الا بالله. حارة ماكينة، حارة حيل، اكيد من الغاز. تدري شلون؟ ما كل ارد حق الريال اللي حط لي غاز. يلا توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قلت لا بالله. يا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. اخوي قبل يومين جيتك وحطيت لي غاز حق المكيف. والحين رجع مره ثانيه واحتر، ما ادري ايش السالفه. مظبوط عبيت لك غاز، هاي اكيد ثلاجة المكيف خربانة عندك. انزين وايش كثر تاخذ وقت الثلاجة؟ هلا الساعة 10 ان شاء الله الساعة 5 بتكون جاهزة. وكم سعر الثلاجة؟ في عندنا الياباني ب 100 وفي عندنا التايواني ب 70. انزين فيها كفالة؟ نحن شغلنا كفالة بس بعطيك لك 6 شهور كفالة. انزين اباخذ تايواني وابيك تسوي لي فيها خصم. والله هاي نهايتها مشانك 65. يبا توكل على الله وسويها ب 60. خلص تمام ان شاء الله. خلاص عيل توكلنا على الله. عطني المفتاح. المفتاح بالسيارة. خلاص تمام إن شاء الله. صج لي قالوا يا من شراله من حلاله علة. الأمثال ما قالوها الأوليين عبط، قالوها من تجارب. وهذا أنا قلت لك سالفة ياري وولده. ياري ثاني يوم وهم تحسف شاي والله صدقت صدقت لكن أنا ما طعتك، واللي ما يطيع يضيع. قالها بلسانه، اللي ما يطيع يضيع. خلونا نشوف بعد هالتمثيلية هذه اللي تكلم بصدد هذا المثل، اللي ما يطيع يضيع. أبو عواس وين وصلت؟ إيه ناطرك هني على الشارع. إيه يا معود لا تتأخر ترى وايد حر. يا معود لا عاد تبدي من هالسيارة. كل يوم من كراج لكراج. شو أسوي بعد كلش مو وقت بعز هالحر. إيه والله وأنت صاج درجة الحرارة 50 أشوي داخل السيارة. المشكلة إنك ما تسمع الحكي. يرضيك البهذلة اللي أنت فيها؟ على قولة القايل اللي ما يطيع يضيع. اي والله وانت صاج اللي ما يطيع يضيع. لا تحاتي انا بالقهوه اللي يمك دقيقتين اكون عندك. يلا حبيبي توكل على الله.
كويت سيري بنا يا كويت سيري بنا في راية مرفوعة أو يا مان يا مان يا كويت سيري بنا في راية مرفوعة خاب الذي يحسدك أنهار أنهار مشروعة عشت بلادي عشت بلادي عشت بلادي أبد في كلمة مسموعة يحميك ربي يحميك ربي يحميك ربي على طول المدى ويرعاج ويرعاج والشعب كله حسب أمرك مشى وياك اي والله والشعب كله حسب أمرك مشى وياك وإذا طلبت أفعال العالية والراج ما عادت الدروب دون العز مقطوعة والله ما عادت الدروب دون العز دون العز مقطوع يا ما الراديو. كان الكويتيون كعادتهم محبون للاطلاع ومهتمون لشؤون ما يدور من حولهم من أحداث، لكن الموارد خلال الثلاثينيات من القرن الماضي لم يكن الراديو قد انتشر. كانوا يجتمعون في إحدى الديوانيات عند من يمتلك الراديو ليستمعوا لما تبثه الإذاعات العربية، مع معاناة بعض الصعوبات كضعف الإرسال والتيار الكهربائي. بعد الحرب العالمية الثانية بدت الكويت بتصدير النفط، وأصبحت الحالة المادية للكويتيين ميسورة، مما سهل اقتنائهم لأجهزة الراديو، فأصبح في كل بيت وكل مقهى الراديو، وازداد بذلك اهتمامهم وارتباطهم بهذه الآلة.